صلاة الضحى هل هي صلاة الإشراق؟ وهل تصلى في البيت أم تصلى في المسجد؟ لما جاء في الحديث من جلس بعد الصلاة أي الفجر إلى الإشراق فكأنما أتى بعمرة تامة، وهل يكون ذلك حسب التقويم أم بعده بزمن؟ نعم، صلاة الإشراق وهي التي تصلى بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، ومقدار ذلك بالساعة أن يمضي على طلوعها ربع ساعة أو حول ذلك، هذه هي صلاة الإشراق. وهي صلاة الضحى أيضا، لأن صلاة الضحى من حين أن ترتفع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وهي في آخر الوقت أفضل منها في أوله. وأما ما أشار إليه في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين يعني إذا ارتفعت الشمس، فهو كما لو أتى بعمرة وحجة تامتين أو بعمرة تامة، فهذا الحديث هو ضعيف، ضعفه كثير من الحفاظ. ولكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يبقى في مصلاه في الفجر يعني إذا صلى الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، وليس فيه ذكر صلاة الركعتين. وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعتي الإشراق، لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس إذا رمح فهما إشراق وضحى، وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليس بإشراق. أقلها وأكثرها شيخ؟ إيش؟ أقلها. أما أقلها فركعتان، وأما أكثرها فلا حد له، يصلي الإنسان إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خيرا.